قبيله صنعت بها انا زاد الحلوى والتراكن نتاعها طبعا من بعد شي يخليو حلوى هذه السكر هذايا باش يلصق على الجوانب هذه الكل نجمو من بعد نحيو يقعد باقات صغار نتاع حلوى خلنا نستعملوها مع بعضنا ماكينه صغيره ما تاخذش مساحه كبيره في الدار تتطلب منا فقط ناخذ شويه سكر وناخذ مغرفه ولا كان عندك الحكه هذه نتاع سيريلاك ولا كذا واحد وكل خلنا نخدموا الماكينه نتاعنا خدموا الماكينه نتاعنا خليوها تسخن شويه بعد ما خلينا الماكينه نتاعنا تسخن شويه 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 تويكا ماشي نسكروها ونحطوا فيها مغرفه سكر باش نوريكم ما نخبي عليكم حتى شيء شويه سكر مرح عادي اللي نستعملوه سكر مرحي ماشي فيه او مش حتى الوان مش باش نحط نجم تحط الالوان هذيك الغذائيه تشري روز احمر اخضر اللي تحب انت وتستعمل ياسر الوان ومعناتها كمبتدأ وما عمرك ما صنعت الحلوى هذه باش نوريك معناتها الحلوى هذه كيش تجي هاكم تشوفوا فما تراكن طبعا يجي فيها السكر من هنا هذاك بطبيعته باش يولي حلوى كما قلت لكم هنا باش يولي هذيا عباره على كاندي حلوى مزيانه برشا وبنينه بنينه برشا بنينه برشا باه خليه يحمى شويه السكر نتاعنا هاك تشوفوه بدا يطلع على الجناب الفوق ناخذ باقيت لوح هاكا باش تاخذ اغلظ شويه السكر نتاعنا بدا يطلع فنحاولوا نبداو بالطرف بالطرف نلموه نلموه بشويه هاكا تشوفوا شوف فقط تدور تدور هكا اهو تستنى شويه مازالت ما سخنتش بالكدا ومع العلم وانه الماكينه هذه فقط 500 واط يعني ما تاكلش ضوء وكلش ضوء جمله 500 واط حكايه فارغه برشا اللي والله ما عنديش خدمه وانا والله بطال ومش عارف شنو نخدم وكذا الخدم موجودين اما اسكو انت تستعار من الخدمه ولا ما تستعارش تحشم ولا ما تحشمش فما حوانت كبار في اوروبا فقط تبيع الحلوى كاندي شوب معناتها يبيع فقط الحلوى حانوت يبيع الحلوى كهو وحتى في تونس على برشا حلوانيه عندهم عائلات كبروا رجال وعملوا ديار وكذا وكل بيع الحلوى احنا نحقروا الحاجه ونقولوا والله هذا تونس نبيع الحلوى انت كي تعمل مغرفه سكر هكا تنجم تعمل حلوى صغيره تبيعها على الاقل ب 500 فرنك وانت تخدم بعرقش بينك وماك تخدم تحت رحمه حتى حد ما عندك حتى عرف يحكم فيك ولا يقول لك شبيك جيت تو ولا ما جيتش تو ولا شبيك مروح تو ولا لا اليوم ما تخوش راحه لا تخدم انت حر نفسك راس مالك صغير ما جاش حتى 100 دينار 85 دينار راس مال مشروعك فهمتني واذا كان انت عندك شاهد ولا فقير ولا كذا وكل نجم تكلم المعتمديه طبعا انت ماكش باش تعمل حاجه خايبه فقط زاد تحافظ على الـ النظافه فهمت تلبس طبليه بيضه ولا تلبس حاجه محترمه نظيفه نعرفوا اللي فما برشا عباد تبيع الايس كريم تبيع جيلات فهمت كيف ما على الطريقه التركيه هذيك ولا كذا علاش لا احنا نعملوا وانه واحد يعمل مشروع يعمل الحلوى تاع السكر شوف حد انا جوست حبيت نوريكم زاد في نفس الوقت وانه راني بمغرفه بركه ذاك السكر هاي شوف بو انا ما نجمش الروليه بالكدا جات تقول عليها دربوقه فورمتها ولا الله اعلم كيفاش فهمتني شوف هاني هذه مغرفه جابت لي هذا ترابيا سكروا الماكينه نتاعنا وما ننساوش اللي الجوانب هذيا الكل ريتوها هذه شوف حلوى هذيك هذيك حلوى فما اللي ما يحبش الواحد هذاك يحب يمص شويه حلوى ياخذ من هذيا فهمت تبرد تزيد تلبس طبعا واللي انت عمل دوزانا ولا تحطيها حتى كادو اللي يشري من عندك تعطيه حتى كمشه صغيره مال الحلوى هذيك اللي
بطريقة يعني ديريكت ما غير ما انت تصنعها تصنع وحدها. به ان شاء الله يكون نفعكم الفيديو هذا. بمية دينار عندك مشروع، 85 دينار مشروع، peace and love. الفقر راهو والله ما يظلمش.